نشار دكتور حنفي جبال يتحدث ايضا عن المنطقه والتحديات. الكلام ده كان النهارده الصبح، النهارده الصبح بيحصل وبيتكرر تحديات غير مسبوقه بتواجه هذه المنطقه، بتواجه الكل. وتابع. تشهد منطقتنا تحديات وازمات تعد هي الاكبر في تاريخ مصر المعاصر، ابرزها الانتهاكات الاسرائيليه على الأراضي الفلسطينية. فبالرغم من مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقرارات مجلس الأمن العديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحا ضد الفلسطينيين، بما أفضى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا، من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساع رقعتها إلى ساحات إقليمية أخرى. ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين. ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما يشيد المجلس بالموقف التاريخي لفخامة السيد رئيس الجمهورية يشيد المجلس بموقف فخامته المشرف والتاريخي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار.